الحقيقه انا وصلت قبل ميعاد الوقفه بربع ساعه تقريبا، من الساعه 1:30 للساعه 2 كنت موجود هناك، مش متذكر الدقيقه بالظبط. كان في عدد يعني صغير جدا من الشباب متجمعين على سور البحر، مش اكتر من 20 فرد، اكتر من 20 شاب قاعدين على سور البحر. ده مش اي حاجه غير انهم قاعدين معاهم لوح، حتى مش رافعينها، هي كانت لوح محطوطه على السور، وهم قاعدين بيتكلموا وبيتناقشوا لحد بالظبط ما كان قبل الساعه 2 بربع ساعه. في قوه كبيره جدا من الجيش والداخليه نزلوا بدون اي مقدمات، قاموا بسحل الناس الموجودين هناك ووجهوا لهم شتيمه وقبضوا على القدر اللي قبضوا عليه. وقتها يمكن انا من ضمن الناس اللي عرفهم الحظ وقدر يهرب بشكل او باخر يعني. لكن المنظر كان بشع جدا، يعني ضباط الجيش كانوا بدون اي استحياء بيمسكوا الناس من على رصيف البحر. يعني فاكر ان في واحد جنبي على كورنيش البحر، ضابط الجيش مسكوا من على رصيف البحر من البنطلون واللياقه وهبدوا على الرصيف، وبعدين سحلوا من كده العربيه الترحيلات عدل مش بدون اي كلام. المهم وانا رايح، كنت قبل ما اروح بشويه قلت اروح اقعد على القهوه جنب اسمها حموده. المهم وانا رايح لقيت في الجو الامني هناك كان في اكتر من عربيات، حوالي بوكسين وعربيتين بتوع المرور اللي هم المناشي الكبيره، وكان في كل شويه وانا معدي في البحر كل شويه بتعدي ورديه من جيش، بوكس داخليه وجيش. المهم مجرد ان انا رحت القهوه كانت الاجواء، انا لقيت مجموعه من الناس اللي اعرفهم اصحابي هناك، المفروض انهم كانوا رايحين برضه الوقفه، الناس كانت خايفه تتكلم في السياسه وهي قاعده على القهوه. واحنا كل ما نقعد شويه اول ما قرب ميعاد الوقفه حوالي الساعه 1:30 بدا يجي نسمع ان في اخبار ان في ناس بتقبض عليها من هناك، وفي سان مارك بداوا يفضوا ناس المواطنين الشرفاء والداخليه. مجموعه المواطنين الشرفاء الكتير اللي كانت مع قوات الجيش اللي كانوا مسلحين بسلاح آلي وسلاح أسلحة تانية كتير، كانوا ممارسوا يمكن دور كبير في القبض على الناس. طبعا البطارية 90 جنيه الداخلية يعني الفترة اللي فاتت كلها يمكن الموضوع بدأ يزيد أكتر. حاجة تانية إن هم قبضوا على أكتر من شخص من على القهاوي بعيدين تماما عن مكان التظاهر، دخلوا اقتحموا أكتر من القهوة وقبضوا في ناس ما كانوش حتى دخلوا جوه القهاوي، بدأوا يسلموا الناس. واحنا طالعين بس على الترام يعني برضه مسافة تعتبر كبيرة بين المكان اللي كنا قاعدين فيه وبين كوبري الجامعة، لأن الناس عمالة تجري وكان في مدرعة ركنة وقتها ما عرفناش تفاصيل كتير، بس بعد كده عرفنا إن في 24 واحد قبض عليهم. ومع عدد الساعات الأكتر يعني بعد ما عرفنا إن احنا نهرب، من كل واحد هرب على بيته واللي هرب على بيت صحابه، بدأ الناس تعرف إن هو في آخر اليوم كانت حصيلة اليوم أكتر من 1000 معتقل وأكتر من 100 شهيد. بس في الحقيقة إن الدولة في السنة الرابعة للثورة بتظهر وجهها الحقيقي، بتظهر إنها وبتظهر عدائها الواضح والصريح للثوره، وبتقول ان احنا بنقتل، وبتقول ان احنا هنلاحق اي حد يقول ثوره، بتقول ان احنا هنلاحق الطلبه والجامعه. كان قبليه لسه قبل ذكرى الثوره بكام يوم في طالب استشهد في جامعه الاسكندريه. الموضوع ما كانش موضوع اخوان، الموضوع كان موضوع اي حد بيقول لا، اي واحد مش هيرفع صور السيسي فهيتقبض عليه، اي واحد هيقول لا للنظام فهيتقبض عليه. ومش بس لو انت كمان هتقاوع وانت مقبوض عليك فانت ممكن تتقتل عادي جدا، مفيش اي مشاكل خالص. أنا القهوة مكشر هيقوط عليك. كوبري الجامعة كانت بتبقى قبض عليها عن طريق الميكروباصات أو العربية الملاكي، إن هي كانت بتتفتح والناس بتتخطف جواها، أو الناس اللي تم القبض عليهم من قلب من عند كوبري الجامعة تحديدا. الاتهامات الموجهة للناس هي كانت قطع طريق واستغراض القوة والتعدي على القوات بالحجارة وتظاهر ضد المختار والتحريض بالقول والصياح ضد قوات الجيش والشرطة. كيفية القبض على المتظاهرين تبقى بقانون التظاهر المقرر حاليا اللي طلعه عدلي منصور وحكومة البلاوي، بتقول في المادة 11 و12 ان قوات الشرطة لابد ان هي تاخد شوية اجراءات كده قبل فض المظاهرة والقبض على المرتكبين المظاهرة غير مصرح بها. ان على قوات الشرطة ان هي تنبه على المتظاهرين تنبيه بصوت مسموع متكرر بفض التظاهرة الغير مسموح بها. ثانيا تحديد طريق امن لانصراف المتظاهرين، واذا لم ينصرفوا جاز لقائد الميداني ان يصدر امر لقوات الامن بالزي الرسمي بفض التظاهره والقبض على المشاركين بها بعد اتخاذ الوسائل الاتيه، ان هو الاول يرش ميه، بعدين قنابل الغاز، بعدين المفترض اللي هي قوات الامن اللي هي تخش تلقي عمليه القبض. بالنسبة للدستور 2014 اللي أقر في نص المادة 54 في باب الحقوق والحريات، ما ينفعش نقبض على حد بدون أن يرتكب جريمة،
واذا كان مرتكب جريمه لابد يتم القبض عليه في حاله التلبس. انا النهارده بالنسبه للاحداث بتاعت امبارح بتاعه كوبري الجامعه متظاهر جابت الثوار، ما كانش عندي تظاهر، ما كانش عندي اي جريمه. النهارده تيجي قوات المباحث بتقبض عليا بالمخالفه القانون التظاهر، ودوت بيتسبب في المحضر، وبتيجي النيابه العامه ما بتاخدش وما بتسالش المتهم مين اللي قبض عليك، اذا كان قوات امن مركزي ولا اذا كان ضابط المباحث، علشان خاطر تراقب تطبيق القوانين. الناس دي بعد ما اتقبض عليها طلعوا على المديريه، فضلوا موجودين لحد ما تم التحقيق معاهم بمعرفه ضباط امن الامن الوطني، ما بين قوسين كده قبل الدوله. ضابط امن الدوله كان بيسال الناس ثوره ولا انقلاب، اديتوا صوتكم لمين في الانتخابات اللي فاتت، ايه رايكم في الاحداث السياسيه؟ طريقه التحقيق بتكون بيحضروا تحقيق وهم مغمين عينيهم، في بعض الناس بتتعرض لانتهاكات زي الضرب والاهانه.